كامل الجمهور. قال لك اسيدي كاين بعض الجماهير اللي هي كتساهم في الازمه ديال الفرقه، 160 مليون دابا جاتنا باش نخلصوها، راه كانت احداث ديال مراكش والجمهور هو سببها. واك واك، واش كتعقلوا على الاحداث ديال مراكش شحال داز لها الوقت؟ اكثر من عام، سي سيغ اكثر من عام. كعقلتوا عليها ماشي مراكش، يعني سنين باش دازت عليها فاش كانت وقعت الاحداث وسميتو والبوليس مثلا عند الناس وسلخهم وكذا يخيلي، وكانت كتبوا كانوا قلعوا الكراسه بقى كيشيلوا عليهم، شحال داز على ديال الوقت. والسيد يلا كيجبد فيها دابا، قال لك الجمهور باش يجبد الاحداث ديال الزيات وديال الاندلسي اللي غرقوا الفرقه ودخلوا فلوس وما بان حتى حاجه وباعوا الركائز. لا هذوك ما دوك الملاير ما بانوش ليه، بانت ليه غير 160 مليون اللي جات لسببها الجمهور، بان ليه الحيط القصيور. قال لي واخا، بغي يخرج لي هنا شاني سؤال مباشر، قال لي واخا لجنة مراقبة الأندية أنا نذكرك بأن ذاك العام منعات الرجاء أنها دير انتدابات، إذن غيقدروا يخرجوا لكم دابا ياك، وكانوا يخرجوا لكم نتوما نيت في بداية الموسم ملي قبل ما ديروا الميكاتو الشتوي، دونك يقدروا في جوان غيخرجوا لكم يحبسوكم انتدابات. أشنو الحل اللي موجدين أنكم باش تحلوا هاد النزاعات اللي كاينين باش ما يبقاش مشكل؟ أشنو جاوبوا الشريف؟ قال لي شوف نقول لك بكل صراحه، حنا كمكتب واعين بانه الفريق يعيش تضخم في كتله الاجور، داكشي بزاف، لهذا حنا الاستراتيجيه ديالنا هي نخفضوا كتله الاجور. اش كنفهموا حنايا؟ تنفهموا من هذه بانه التجديد للركائز اللي غيمشيو حتى واحد ما يتجدد ليه، اللي ما باش يفهمها كاع لا يفهمها، هو تيقولها لك دابا. دونك الهدف ديالنا هو جوج حوايج اللي كيضرب بهم الرجاء من كيحش ليها ركابي. الحاجه الاولى تيقول لك انه حنا غادي نخفضوا من كتله الاجور، بمعنى السيد بغى يحقق معاه، قال لي واش مثلا عندها علاقه بتجديد العقود، يعني غتلقاو مشاكل؟ قال لي واش ما تلقاش مشاكل مع اللاعبين اللي هما خصكم تجدوا معاهم؟ قال لي شوف، قال لي حنايا عندنا كتله ديال الاجور اللي هي كتوصل، اسمع، قال لي كتوصل سيدي حتى ل 44 مليون ديال الدرهم، بمعنى 4 المليار ونص تقريبا، 4 المليار و400 مليون ياك. دابا حاولنا نهبطوها حتى ل 3 مليار ونص، 3 مليار و300، يعني السيد هذا مجهود، حيد 10 مليار، حيد مليار، كله اجتهد باش حيد من كتله. سي نورمال، سي نورمال، ياك انت عندك مع الماليه، عندك مع لا جيستيون، عندك ديبلوم في لا جيستيون، وانا نقولها لك، شتي داك التيكت قاده من هنا وكتعوجها من هنا، راه ما جيستيون ما استحمص. حيت علاش نقول لك علاش؟ حيت انت ملي كتخفض كتله الاجور من هاد الجهه وكتنقص مليار ياك، ومن جهه اخرى هاد التقليص من كتله الاجور لو انك تخرج وبشجاعه وتقول لله جويين هاد التقليص منين جا، اشنو هما اللي غيبغيك باش نقصتي من كتله الاجور، غادي انا نحشم في بلاصتك. يعني انا متاكد انك من بين الحوايج اللي غتجبد هو اننا سميتو حيدنا الاجور اللي كانت تهنينا من الاجور اللي كانت ديال الشاكير وديال الورفلي وديال بوعميره وديال شكون عاوتاني؟ ديال جبرون وباقي واحد اللاعب نسيتو، شكون عاوتاني؟ شي لاعب تا هو شي افريكا يمكن، تا هو حيدنا تهنينا من كتله الاجور ديال. اذا انت اذا جينا نحسبوا الاجور ديال هادو غنلقاو هي نص مليار اللي وفرتيها انت، ولا ربما اكثر، تلقى شي 800 مليون ياك. داكو نمشيو معاك في هاد الخطة سيدي، وفرتي علينا مليار ديال كتلة الأجور، الله يرحم الوالدين، ولكن من جهة أخرى خلقتي لنا سميتو يعني ساهمتي في نزاعات اللي غيتقلوا على الفرقة في الآخر الموسم غيحبسوها من الانتدابات. أنت دابا قادر تخلص دابا الشاكير، وقادر تخلص الورفلي، وقادر تخلص بوعميرة، وهادو دابا اللي مشاو لهاك قادر تخلصهم؟ ما قادرش. إذا أشنو استفدنا حنا؟ حيت عندنا مليار دابا في آخر الموسم، موسم غادي يحبسونا انتدابات. اذا انت خدام بالقوالب بالعاني بغيتي في خلال موسم يحبسوا انتدابات على الرجاء، اذا انت سياستك فاشله في تدبير كتله الاجور. لكن نقول لك بمساله